يا هلا وسهلا، اليوم راح نتكلم عن وثائقي هو أول إنتاجات استديو SRMG، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عقول مظلمة، وهو من أعمال الشرق الأصلية، عرض على الشرق ديسكفري، وحاليا هو يعرض على منصة نتفليكس. الوثائقي مكون من 7 حلقات من كذا بلد عربي، يتحدث عن قصص لقتلة متسلسلين، قصص حقيقية. في إحدى هذه القصص شارك معنا ضيف اليوم دكتور جمال فرويز، أخصائي نفسي في تحليل الجرائم من مصر، شارك في حلقة سفاح الجيزة، وراح نتكلم معه في هالموضوع، ناخذه كمثال الحلقة. مرحبا دكتور. أهلا يا بشاير، ازيك، اخبارك؟ الحمد لله طيبة. دكتور، يا أنت رب. ذكرت في الوثائقي أن دائما القاتل المتسلسل يكون عنده في شخصيته مرض سيكوباتي، كلمنا أكثر عن هذا الموضوع وإلى أي تنقسم هذه السيكوباتية؟ بص يا بشاير، اولا هو مش مرض، هو اضطراب في الشخصيه. عايزين نتفق ان كلنا فينا كل انواع الشخصيات الموجوده. الشخصيه بتاعت الانسان بتيجي من 3 عناصر رئيسيه وعنصر قليل رابع. 3 عناصر رئيسيه: الوراثه، ثم التربيه في الصغر، وده العنصر الرئيسي، ثم الخبرات الحياتيه. العنصر الرابع الذي لا يمثل اكثر من 1% لا قدر الله حد اتعرض لاصابه عضويه في المخ، يعني واحد اتعرض لصدمه في المخ، لاصابه لورم في المخ، او تمدد في احد الشرايين او الاورده، ممكن ياثر على الشخصيه، او ممكن ياثر على الشخصيه. ما عدا ذلك فهي الشخصيه ثابته بعد سن ال 14 سنه، لا تتغير بعد سن ال 14 سنه. حتى لو عملنا علاجات نفسيه احنا بنعدل في الشخصيه ولا نغير فيها. طيب دكتور، انت قلت شخصية سيكوباتية عاجزة وشخصية متصاعدة، ايش منهم الأخطر تكون؟ بص يا فندم، الشخصيه السيكوباتيه عامه مضره، هي شخصيه توكسيك، بنسميها الشخصيه المضاده للمجتمع او انتي سوشيال بيرسوناليتي. ده فيها عناصر السلبيه، اللامبالاه بافعالها، ليس لديها مشاعر، ليس لديها احاسيس، ما بيهموش نتيجه الفعل بتاعه. الشخصيه السيكوباتيه العاجزه بتدور على حاجه الان دلوقتي، ناو. بمعنى ايه؟ انا عايز اسرق النظاره بتاع البشاير، عايز اسرق ساعه، عايز اكذب، عايز واحده بنت عجبتني عايز اروح اعاكسها واتحرش بيها، عايز اخد مخدرات وانت دماغي دلوقتي، عايز اكذب. اي فعل مضاد للطبيعه البشريه هو دايس معاه الشخصيه السيكوباتيه والعاجزه. اما السيكوبات المتصاعد او اللي بنسميه هايلي سايكوباسيك، لا، هو بيدور من اين توكل الكتف. بمعنى ايه؟ انا النهارده قالوا لي انت هتاخد مكان بشاير كمذيع، وبشاير، طب ما بشاير هتعمل ايه؟ لا خلاص، ما واحد فيكم، يا انت يا هي، اختار. انا بكل بساطه لو انا هايلي سايكوباسيك اجيب لي بشاير مصيبه كده، اقول لهم دي بشاير كذا، واكذب والبسها مصيبه، وانا اطلع بكل اريحيه والف سلامه يا بشاير، انا يا بنت ايه اللي حصل ده؟ ازاي؟ ده طلبوا مني اقعد مكانك يومين ثلاثه، وانا قلت لهم طب بس انا هقعد عشان ما حدش ياخد مكانها، عشان هي اللي تيجي. هو الهايلي سايكوباسيك كده يضربك. يعني 2 مرشحين لمنصب، ودي قصة حقيقية، منصب حساس، يعني مش منصب كمان أي كلام، إن يجي واحد فيهم يلبس التاني قضية مخدرات، حط له مخدرات في عربيته، يقول لك إيه، ما أنا عارف إنه هيطلع منها، ما شخصيته كويسة وراجل محترم، ومليون في المية هيطلع براءة. طب لكن أنت دماغك وديت لك إيه؟ قال لك ما لما أحطه في الموقف ده الترشيح هيتشال من عليه، وبالتالي هكون أنا المرشح الوحيد، وبالتالي هو هيمشي. شوف الدماغ السامه، فبيسموها دايما الدماغ السامه، اللي هنا البلاك مايند، ده اللي هو يعمل اي شيء بذكاء عالي لمجرد الحصول على منصب او على مكسب. وبعدين انا اسف، لو رميت له صغائر في الطريق، يعني سرقه، واحده جات له في السكه كده مثلا تعاكسه او تدعبه على نفسها، لا 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 لا، يتكبر، يقول لك لا حرام، مفيش. تدخل المكتبه وتلاقي المصحف محطوط، تلاقي السبحه في ايديه، وتلاقي دايما الابتسامه. لو تفتكر حضرتك في فيلم لعادل امام كان راح يشتري شقه، والراجل يقول له خد 4 بلحات بركه مني، طبعا كان اللحيه مع الزبيبه مع السبحه مع كل كلمتين بآية قرآنيه،
وفي الاخر نصب عليه وخد الفلوس وخد. هي دي الشخصيه الهايلي سايكوباتي. طيب دكتور، هل كل القتلة المتسلسلين سايكوباتيين؟ مش شرط، لا يعني اغلبهم، ولكن في منهم بيبقى شخصيات حديه، في منهم بيبقى نتيجه انا اسف اتعرض لمواقف صادمه، بس هو عنده استعداد انه يكون سايكوباتي. ما كلنا بنتعرض لمواقف، احنا جبنا موقف عرضنا 100 واحد، هاتلي كل ثلاثه جالهم حاجه غير التاني، اللي جاله اكتئاب، اللي جاله فصام، اللي جاله وسواس، اللي جاله كذا. وفي بقى مضطربين نفسيا تبدا تظهر معاهم بعض الاعراض الاضطرابيه. ففي ناس لما بيتعرضوا لمواقف ضاغطه ده نتيجه هو الشخصيه بتاعته ايه. فالشخصيه اكتر شخصيه مضره سايكوباتي نمره 2 الشخصيه البوردر لاين او الشخصيه الحديه. دكتور، في شخصية الإنسان أنت ذكرت أن هي تكون جينات وراثية، تربية، خبرات حياتية. أي من هذه الأشياء هي تكون تأثر فيه أكثر لما ينضج؟ بص، لامبروزو لما حط قال لك ان الانسان المجرم يكون بطبيعته وراثه، مش شرط، لا يعني احنا بيبقى فيه جينات وراثيه، شخص سيء وورث ابنه جينات الوراثيه، اتعرض لتربيه كويسه من شخص اخر، خلاص تم محو الشخص دور الشخصيه حتى لو ليها اثار في الشخصيه بتاعته، بس الشخصيه السويه بتضغي. ولكن لما يكون التربيه خاطئه حتى لو جينات كويسه، لا بتضغط طبعا. ان التربيه في الصغر اللي هي الخبرات مع الخبرات الحياتيه في الاساس التربيه، ممكن يبقى فيه خبرات سيئه تيجي للانسان وتيجي يعني يتعرض بناس سيئه وهو تربيته كويسه، فممكن يتخلص من الناس السيئه دي بسرعه. لكن لو تربيته سيئه وجت خبرات سيئه لا هيكمل. فهي العنصر الرئيسي هي الخبرات، التربيه، اسف، التربيه في الصغر التربية. من سن 4 ل 14 سنة. طبعا طيب، علاقة الأم والأب، أي منهم لو علاقته كانت قاسية مع الطفل سواء بنت أو ولد تؤثر فيه عندما يكبر وتظهر عنده نزعات إجرامية؟ بص يا أستاذة بشاي، احنا دايما بنقول الأسرة عاملة زي الخيمة. الخيمة عبارة عن جزئين، وتد ومظلة. الأم هي الوتد لأي أسرة، دايما اللي فاتح البيت الام. بيت من غير ام او ولاد من غير ام حالهم يغم، صح؟ ده مثل عندنا في مصر، بيت من غير ام حاله يغم. الاب هو المظله، شعور بالامان، الثقه في الذات، العاطفه. الطفل بيتعرف على ام من ريحتها قبل مرور 6 شهور، بيتعرف على الاب بعد 6 شهور يبدا يعرف الاب من شكله. لو الطفل افتقد دور الاب او من يلعب دور الاب بديل، ما لازم يعني احنا بنقول ايه، افرض رب مش موجود، ممكن الام تلعب نفس الدور، ممكن عم، ممكن خال، ممكن جد، فما عنديش مشكله. ولكن لو افتقد دور الاب وافتقد البديل اللي يلعب له دور الاب، بيبدا ان تنتقص منه العاطفه. لما بتنتقص منه العاطفه بيروح الى اما انحرافات جنسيه او سلوكيه او نفسيه، بيبدا يعوض العاطفه بصوره خاطئه. فدائما عدم وجود الاب هو العنصر الرئيسي. طبعا عدم وجود الام بيشعرنا بالدونيه وبرضه العاطفه قليله، لكن لو في ام بديله بتعوض. لكن من الاب بفتقد الثقه العاليه، فبالتالي بروح للدونيه بسهوله، شعور بالدونيه، الى جانب افتقاد العاطفه بيخلينا ندور عليها بصوره خاطئه، فبروح لممارسات قد تكون خارجه عن النطاق الطبيعي او المجتمعي او السلوك الديني القوي. طيب، إذا بناخذ سفاح الجيزة كمثال، يعني هو كانت أمه أبوه قاسي عليه وأمه كانت كثير تدلله، يحب أمه لدرجة أن مثل ما شفنا لما طلبته في إحدى المرات كان سوف يذهب إليها ويعني على وشك أن تقبض على الشرطة. لما نشوف هذا المثال اللي هو يحب أمه بهالدرجة، بنفس الوقت هو يؤذي الآخرين، يعني دس السم لصديق، حط جثة امرأة في حقيبة سفر، ضرب شخص في أداة حديدية، ارتكب 4 جرائم. يعني كيف دكتور هذه الشخصية اللي تكون هي فيها طيبة في نفس الوقت هي تؤذي الآخرين؟ لا هو في طيبه لامه عشان دي امه، زي ما حسن عبد القدوس قالت لا ليس لشيء سوى انه امي. ولكن لو هي انسانه تاني كان هيأذيها بنفس المشاعر. هو دلوقتي هو الراجل ده بيأذي ليه؟ نحصله على مكسب،
أنا كشخصية سيكوباتية كل شيء عندي مباح من أجل الحصول على المكسب، اللي هي المذهب الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. فهنا ميكافيلي لما قال لك الغاية تبرر الوسيلة، أنا بلجأ لهذا المبدأ للحصول على مكسب. قتل أمي إيه المكسب اللي هيجي؟ أذي أمي إيه المكسب اللي هيجي؟ ولكن لما أذي بشاير، أذي فلان، أذي علان، أنا بتحصل على مادة، باخد حاجة أنا عايزها، مشاعر بشاير تتضايق مش فارق معايا، مشاعر فلان تتضايق أنا مش هتفرق معايا، أنا نفسي ثم نفسي، وأمي جزء مني. يعني دايما هو السيكوباتي يعني كده، غير مجرد من بس بيجي المشاعر. عند لحظة معينة، بيجي عند لحظة معينة ممكن حتى مشاعره تجاه أم أو أولاده ما تبقاش موجودة. أها، طيب لما نشوف مثلا في حالات كثيرة الشرطة تبحث عن هؤلاء القتلة المتسلسلين في كثير من الجرائم، طالما الشرطة تبحث هو لا يكف عن ارتكاب المزيد من الجرائم مستمر. وش هالسبب دكتور؟ من أين يأتي بهذه الصلابة؟ هنا فيها جزئيتين يا أستاذة بشاير. نمرة واحد، إن هو نوع من التضليل للشرطة. النهاردة أنا برتكب جريمة في مكان، الشرطة دايما بتيجي، ده شغل المباحث بيجي في المكان ده ويبدأ يعمل الشغل بتاعه في المنطقة دي، لما أجي أعمل الجريمة في منطقة تاني كده أنا شتتت الشرطة، ابتدت تروح لمكان تاني كده، بوسع دائرة البحث بدل ما تتقلص على شخص وعلي أنا في مكان واحد. دي حاجة. نمرة اتنين، دائما الشخص المتسلسل في الجرائم السفاح بيبقى عنده من الذكاء القاتل، ذكاؤه بيبقى عالي شوية، فذكاؤه بيوصل له ان هو اذكى من اي اجهزة، وبالتالي هو لا مانع عليه انه يرتكب الجرائم حتى امام اعين الشرطة. ولو حضرتك كنت متابعة، فيه كان قصة كده لاتنين قتل سيدات اسمهم رايا وسكينة، كانوا فاتحين المكان اللي بيقتلوا فيه السيدات جنب اسم الشرطة، وكانوا بتوع الشرطة رايحين جايين عليهم ولا في أي مشكلة، ومصاحبين العساكر ومصاحبين الصلاة عادي جدا. ليه؟ احنا بندي نفسنا من الذكاء بتاعهم بيوصلهم وبيصور لهم ان انا كل ما اكون قريب من الشرطة برتكب الجرائم. ودي دايما بحذر منها رجال الشرطة في المحاضرات، في ناس بتقرب منك عشان عايزة ترتكب جرائم على حس انها تعرف. طيب دكتور، احنا لما نشوف هؤلاء المجرمين يرتكبون الجريمة تلو الأخرى، هل هو في قرارة عقله؟ يعني انت كطبيب نفسي يحس ان في يوم من الأيام سوف يتم القبض عليه، أم هو غير مدرك؟ لا لا خالص، هو متخيل انه سيستمر. بص يا استاذه بشاير، لا، مع كل حادث بيتم كشفه تاكد ان في 9 لم يتم كشفه، ان في بعض المجرمين من الذكاء عارف يتوقف امتى وعارف يكمل امتى وعارف ده يتيجي فين، واختياره للضحايا، ما مش كل يعني من الغباء اختيار ضحيه وسط اسره، من الغباء اختيار ضحيه ليها ناس هتسأل عليها، من الغباء اختيار ضحية عارف ان في حد عارف ان هي موجودة معايا، من الغباء اختيار ضحية معاها مثلا الشخص موصلها. يعني هو الذكاء بتاعه في كيفية اختيار الضحية، صلة القرابة بأسرتها، علاقاتها الإنسانية، وصلت لمكان الجرم ازاي، كل ده بيبقى دايما عنده دماغه شغالة في حسبة، بحيث ان يختار ضحية ملهاش علاقة إن حد يوصل لها نهائي. وأحيانا في بعض الجرائم بتتم من مجرمين ملوش علاقة أساسا بالضحية، ودي الأصعب، إن لا علاقة تربطه بالضحية، لا إنسانية ولا غير إنسانية، لا جار ولا قريب ولا علاقة عمل ولا علاقة صداقة ولا علاقة حب ولا علاقة اجتماعية ولا أي شيء. بياخد الضحية هبهزرد كده من أي مكان عام لمجرد التخلص منه. ليه؟ بيبقى فيه رابط في الذهن وبين الضحية وشخص ما، فبيعمل إسقاط من الشخص ده على كل الضحايا وبيقتلهم في صورة الإنسان اللي هو بيكرهه أو متخيل أنه هو بيكرهه. طيب دكتور، في البعض يعني يرى أن السيكوباتية هي اضطراب الشخصية، هي مرض عقلي نفسي إلى آخره، أنت مع أنه هذا الشخص يعني تنفذ عليه العقوبة أم أنه يخضع للعلاج؟ لا بص يا فندم، أنا أي إنسان بيتعرض عليا نمرة واحد بطلب رنين مغناطيسي على المخ MRI brain، بطلب رسم مخ،
مطلوب اختبارات نفسية. أنا قعدت معاه وخلاص قلت ده اضطراب في الشخصية، اضطراب الشخصية لا يعفى من المسؤولية، ولكن جيت لقيت في إصابة عضوية في المخ، هل مؤثرة أو غير مؤثرة؟ لقيت تغيرات في رسم المخ، هل مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ الاختبارات النفسية وديتني المرض نفسي، هل مؤثر أو غير مؤثر؟ ليس كل مرض نفسي أو عقلي يعفي صاحبه من المسؤولية الجنائية.